نفسك انها بالبلد، مو احسن؟ لا يا، يعني بدنا نوفر اجار بيت بنحطه مواصلات، لا هون احسن. ما بدي. اي أيوة، وانا لا بدي احط حالي تحت رحمه امي كمان. لك هون بنص الشام بتضلك قريب من شغلك، بعدين اذا طلعت على البلد بجوز بسنه ما تلاقي شغل. في شغل بالبلد بتسلى فيه بينما ادبر شغل ثاني، عندي هلا كم دلم بشتغل وبفلح مثل كل هالعالم. ارضنا بالبلد بور وبدي استصلح بالاول. بس تصلحها شو هالشغله يعني؟ لك افترض انك استصلحتها شو بدك تعمل فيها؟ بنصبها تفاح، بتعرف اللي عم ينصب ارض التفاح قديش عم بقص بالسنه؟ يا حبيبي تفاح، بتعرف انه التفاح بده 7 سنين ليثمر؟ شو بدنا نعمل نحن بهالوقت؟ نقعد بلا اكل لبين ما يبشر التفاح. اخ يا زينب، المشكلة اني طول عمري شايف حالي على امك، ما بدي امسكها رقبتي. خرجها رني. وتصور لو خلت حتيرة من عينك وشقشوق. تصور. مرحبا. اهلين فوتوا. غريب لاقي في شناتي بالنص. مرتاحين ان شاء الله ما نكون جينا بوقت غير مناسب. شو شايف المراجعين عندي صافين بالدور؟ انا اوقاتي كلها مناسبه، المهم الضيف يكون مناسب. ماما هالمره نحن مو جايين نضيف، جايين على طول. ليش على طول؟ شو بعتوا بيتكم؟ اجرناه مفروش. بعلمي رواتبكم مكفيتكم، ليش تاجروا؟ مرت عمي انا استقلت. لا يا، وليش استقلت؟ بعلمي زاحل عقلك برئاسه القلم، شي فوق وشي تحت، شي تحت وشي فوق. عمرك شو حيط؟ قل لي ليش؟ لأنه مستوطين حيطي يا مرت عمي. ليش شو عملوا معه؟ طار المدير، مين لازم يحطوا محله؟ شو بيعرفني أنا؟ الوزير آخر فترة بطل يشاورني، كمان مستوطي حيطي. لازم يحطوني محله مرت عمي. ومين حطه؟ موظف من موظفينه لنديم، ما بيفهم الخمسة من الطمسة. تجاوزوني يا مرت عمي، مثل كأني ماني موجود، رغم الخبرة والقدم والموهبة النادرة اللي معروفة عني. وليش نطوا من فوقك وحطوا هداك ما عرفت؟ يعني غير خلينا نحكي بالسياسة مرت عمي. طبعا واسطة. شو ليش راجع بكي؟ راجع على طول، كبولي مي باردة. ليش كبولك مي باردة؟ الظاهر راح من عندك شي. لا، بس المهندس اللي مستلم المشروع جاب أخو مرته بدالي. لك حتى الحارس الليلي بده واسطة؟ لك العمال هلك الهوى؟ لك يا حبيبتي يا خيفو، لسه لقدام شوي. ها النفس، إذا بدك تستنشقي يعني تتنفسي بدك تعملي واسطة، والخير لقدام. لا تزعلوا مني، يومين ثلاثة أهلا وسهلا فيكم، أكتر من هيك ما بقدر. حاتم طي مو من زمرة الدم شيتي. ماما ليش هيك عندك أنت خيار وفقوس؟ ميسون وهيفاء بناتك وأنا لا، حسبيني وحدة مثلي مثلهم. هيفاء وميسون عم يدفعوا آجر، مو ساكنين ببلاش عندي. ونحن كمان مو ببلاش مرت عمي، ما بدنا نقعد على عليك نحن، لأنه أنت مرة مقطوعة مرت عمي. إيه ماشي، إذا هيك ما عندي مانع، فكرتكم جايين ضيوف أنا. إذا أمي حست بدها تزعل منا. إيه وإذا أمك شافتنا فايتين وبيتنا شيء منا بالعشاء. لي سمعتوا شيء؟ إيه أنا سمعت كأنه شيء دج وقع على الأرض. لك ألف مرة قلت لهم ونبهت عليهم، ركبوا منخول من برا ما كانوا يقبلوا، منين متعلمين البخل ما كنت عارف. شو بدك تعملي مرت عمي؟ رايح أشوف بركي حرامي. ماما تعي شو تشوف فيه؟ نديم بيشوف نديم رجال. قوم خليك قاعد أنا أرجل منك. حتى الأكل تهريب، ريت صحتين وأنا. شو طلع في ماما تمشتي الحرامي؟ ما في شيء، أكيد أنتم مو متعشين ما؟ ايه لساتنا بلا عشاء، من حرقة قلبي يا مرت عمي نفسي مسدودة. فوتوا لعشيكم، خلي نفسك مسدودة، بس كلك لقمة مشان ما تموت من الجوع. روح وروح. يلا. شايف لك حجاج ما راح على الشغل اليوم. لك بده يبهدلني قدام المهندس ايمن، لك بست ايده حتى يعينه. فوت
فوت فوت انقعوا شي بعد اللي تسوى حياته، هذا بده يضل ياكل هوا هيك ولا بده يسود لنا وشنا؟ فوت انقعوا بعد اللي تعب. ما بحب بالجبنه فيفو، افتحي افتحي يا وان فيفو. فيفو ليش ما بتفتح انت؟ بهي حتى عواطلي. اهلا وسهلا. مرحبا يا ميت. هلا اهلا وسهلا. لك شو عديت؟ ما بتركز لك بشغلي؟ لك بهدلتنا قدام الكل. تعيط شبك شي مره شفتني بطلت لحالي. شو عملت حتى بطلوك؟ ما عملت شي، بس انا حياتي واطي، رحت على الشغل لقيتهم حاطين واحد بدالي. هيك صلبطة؟ ما عجبته المهندس المشروع، قال عم نام بالمناوبه، مع انه ولا مره اجى عمل علي كبسه. رحت لعند المهندس ايمن؟ رحت لعند المهندس ايمن، عملت كل المطلوب مني. شو قال لك؟ قلب خلقته مثل قفل كيله وقال لي انا ما عندي استعداد انزع علاقتي بمهندس المشروع كرمال عيونك. ماشي انا بكره بحكي لك معه، يلا ميسوم مشي. الشاي على النار، اشربوا شاي. شو ميسوم؟ نشرب شاي؟ لا ترد الكريم عن كرمه، اشرب. ما بيبردوا بينا بنشرب الشاي؟ سخنوا. شو هو؟ شغله ما بتخصك. مساء الخير. مساء النور. عاود اتعشى. شو فروج اليوم كأنه؟ في عنا مناسبة نديم ولا زيارة. الله يكتر من هالمناسبات هي. كل يوم في فروج، بكره مثل هالوقت تعا ها. لا ماما ما بدنا كمان بكره فروج، ما بدنا نخرب بيتك بالاكل نحنا. ما فيها خراب عن بيت القصة، يوم على حسابكم يوم على حسابي، بكره العشاء عليكم. امك قاعدة بالمطبخ، تعالي خليني تشوفنا. شو تفقد يعني؟ خليني تشوفنا عم توضح بايدينا، هلا طلعونا على الغرفة مشان تشوف إذا جبنا شي ولا لا. تعالي امشي. هاي بدي يا مرت عمي. عديلي وحرموا عنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. سوري حماتك ما بتطيقك، جيت متاخر. امي المحبه بالقلوب مو بالبطون. كنا عزمناكم بس ما بينعزم على العظام الا الكلاب. شو مناسبه هالوني من الفخر عديل؟ شو ترفعت؟ لا والله عديل، قدمت استقالتي. مشان شو استقلت؟ اخي بصراحه طقيت، طلعت اخلاقي قدحت من استقالتي. ميسود امشي. نفخنه. شو هاد اللي بده يبرق؟ شغله شغله، ايه كفينا كفينا عديل. طار المدير عديل، مين لازم يحطه محله؟ رئيس القلم. شفتي مرت عمي الشغله واضحه. طبعا لانه كله عينطه. ايه بس هالمره مو عينطه، عين واو، من فوق الحيط نبطوا عليه لنديم. ايه ما صار شيء، انا قدمت لهم استقالتي، بس لشوف شو راح يقدروا يعملوا من غيري بالمديريه، اذا ما وقفت المديريه بقص ايدي. نحن على انزلكم شوي انا وميسوم، فايتين غير اوعينا، بينما تكونوا انتم كمان غسلتوا ايديكم. خليكم لحط لكم حواضر تتعشوا، شو رايكم؟ ماما هي قتلنا عن جماعه، ذبحونا من كتر الاكل بالبول. شو جاي على بالك؟ انا متسطح من الاكل. يلا مشي ميسوم مشي، عن اذنكم. ما قلت لنا ليش طيروه هذا المدير؟ طيروه والسلام، شو بدنا نحن؟ لك شو سر الشغله؟ مو سر، بس كل ما الواحد عرف اقل كل ما وجعه راسه اقل. لك يا اخي فهمنا بس، يعني شو عامل؟ شو عامل يا صهري؟ غير تخلينا نحكي بالسياسة، مدري مين سفقوا تقرير انه بيتبرطل. ايه علينا، لمشان هاي فكرنا عامل شي شغلة. وهذا الجديد بيتبرطل ولا ما بيتبرطل؟ اسئلتك احيانا بتضحك مرت عمي. ها شو بقى اسئلتي؟ كمان غير تخلينا نحكي بالسياسة، طبعا بيتبرطل، في مدير بهالايام ما بيتبرطل. لك حال وصلت لإيدك. شو قصدك مرت عمي؟ سفقوا تقرير. أنا؟ إيه أنت، شو ناقصك أنت؟ لا يا مرت عمي، شو بدك الناس تقول عني فساد؟ ما حدا بيقول عنك شيء. شو نزيهة؟ شو نزيهة؟ أنت الرجال أنت قرر. افترضي حالك رجال، شو بتقرري؟ كيف يعني بدي افترض حالي رجال؟ الله خلقني ست وحرمة ونعومة. شلون يعني بدي افترض حالي رجال؟ لك يعني يا نزيهة شو بتشوري علي؟ ما بشور أنا، عقلك براسك تعرف خلاصك. فعلاً إنك حيواني. لك انت سايري بكلمه شجعي لي له عفاري معلك نديم، مالك شايفتي مثل اللي بدها تتغندق ومستعجل. نديم؟ نعم. قرر وانا معك باللي بتتخذه من قرارات. مين بدي يكون ياخده يعني؟ مين بدي يكون ياخده؟ ولك هي العضال مشروع بالمطبخ، عضال فروجي، فروجي انا. يا حبيبي بركي حدا مد ايده من الشباك واخده، نحن ما سكرنا الشباك منيح. ميسون ايدي على راسك، ايدي على راسك، اذا قالوا لك انه انا وزني 50 كيلو، واذا قالوا لك انه السم طلعت على الارض، بتصدقي؟ بصدق، كل شيء بالعلم بصير. واذا قالوا لك انه امك اشترت فروج؟ ما بصدق، انت مو غريبه بينحكى قدامك. شو عم تقولي معناها؟ وهلا؟ مش نطلع على شي مكان نتعشى برا.
نديم ونسيها وعدناهم نسهر معهم. اي معتذر من اللاحقا لك، انا عصافير بطني عم بزقزق سيمفونية، انا جوعان انا جوعان. طيب معك مصاري زياده؟ لك معي بدي اكل، خلصتني يلا. من الشباك؟ من الشباك انت بالزقزق. بصير معي شغلات، خايف تتمسخري اذا قلت لك. لا ما راح اتمسخر، قلي. كل ما حطيت القلم على الورقه مثل كاني عم بكبس على الزر. زر ايش؟ زر التلفزيون. كل ما دقرت ريشه القلم بالورقه عم يطلع المدير على الشاشه مكشر عن اسنانه وعم يبزك. شاشه ايش؟ الورقه عم تقلب مثل شاشه التلفزيون. تغدى فيه قبل ما يتعشى فيك. شو قصدك؟ بذوق قبل ما يبذوق، يعني خلي زمام المبادرة بإيديك. هلأ بجرب. بفو عليك يا حقير يا واطي يا مرتشي. شلون؟ مثل كأنه سامع شو عم نحكي. ماستر جاي يطلع هالمرة. يلا لكان ما رح أطلع. طوب أنت. إلى من يهم الأمر. جيبي لبني ودعبي ليلي، دعبولي كبتولي يا دعبل دعبلي كبتلي. جيبي لبني ودعبي ليلي، دعبولي انت الاطرميز، دعبولي يا دعبولي يا دعبولي. عشوائي رجعك تروح دعبل. يا الهي قوم روح دور على شغل. لك وين بدي روح دور على شغل؟ ما شفتي شو قال لي نبي؟ بده يحكي لي مع المهندس ايمن. لك قوم روحي عند نبي شوف شو صار معه. لا لا ما بدي زد حالي عليه، لازم يفهم انه هو بحاجه الي مو انا بحاجه له. ايه بس حبيبي انت اللي بحاجه له مو هو اللي بحاجه لك. ايه بس حبيبتي انا ما بدي اكسر نفسي له، لازم يفهم انه هو اللي بحاجتي مو انا اللي بحاجته، انا نفسي عزيزه كثير علي. عجبه حبيبي لا تزعل مني، انت واحد تنبال. انا تنبال؟ لا لا، هي الكلمه كنت متوقع كل الناس يقولوها، بس منك انت لا. عمر عينك ما تشتغل، خليك قاعد مبسط هون، اصلا انا شو الفارقه معي؟ بدي روح اكل عند امي. تعي تعي اقول لك حبيبتي على سيره امك، خلينا نروح ناكل سوا انا وياكي عند شي دعبولتين لبن، صار زمان ما جابرناها. انا بروح يا حالي، انت خليك هون. ايه ما بدي اشوف نبيل مشان الشغل. اي قوم روح شوفه، انا بكنس البيت وبلحقك. يلا قوام. خلي بالك من زوزو 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 كونوزو. ايوه حاضر. خفت رجلك انت وياها، اجت الشرطه. ايه مرحبا مرت عمي. لك اهلين بعجي حبيب قلبي. شو لطيف كانك عايش بقلبي انت هلا. ها كنت عم فكر روح دق الباب عليك. خير مرت عمي في شيء؟ رح اقول لك الك ولا للدين مشان ما تعمل لي من بدايتها افلام. الك ولا للدين؟ خسى الدين مرت عمي. بدك تمسح لي ارض ديار كلياتها، ما بعرف ليش ظهري عم يوجعني. هاتي الممسحة. هلا انا قصدتك مشان تقول لي روحي جيبي وهاتي روح جيبها. ايه بجيبها. تعملي لبني يا حبيبي، خليني احبك يا حبيبي. ايوه دعبل لي هيك. ايوه دعبل لي هيك. ايوه دعبل لي لبني يا مرت عمي. رح امسح لك ارض الديار، رح خلي لك اياها مثل النسفجه، بدي الارض تمري عليها. حبيب قلبي تحت صهري. طمني شو صار معك؟ ما صار معي شيء، ما صار معي شيء. روح. مرت عمي شو بك؟ حدا بيجيب الدب لكرمه. يعني شو صاير معه؟ شو بيعرفني يضرب بمنظره. مرحبا يا خالد.
مرحبا امي. اهلين حبيبتي. نديم اجا؟ اجا بطيخ. ليش هيك عم تحكي عليه للزلمه؟ من اول ما اجا قالب خلقته وكانه اكلين مال اللي نفضه نحنا. بكون معصب من شي شغله، هلا بشوف انا شبه. روحي. مرحبا شبه. شو بعرفني؟ يضربوا اثنين بمنظره. انت بتنسحنا؟ نديم. نديم. نديم لعبت لي قلبي، شو في يحكي؟ ما في شي. هدي اعصابك وفهمني شو صاير. شو بدي افهمك يا نزيهة؟ من لما سلمت هالتقرير حسيت صابتني البرديه وزخني العرق. بالشارع حسيت كل الناس عم تطلع فيني، وبالمديريه من اول ما فتت الموظفين مثل كانهم كلياتهم عرفاني. بلا حكي فاضي، منين بدهم يعرفوا؟ ما بعرف، بس كل ما واحد يطلع فيني احس بدي يمسك. فشروا بنص عينه. انت رفعت تقرير بواحد عم يتبرطل مو بواحد شريف. لك هذا برطيل، هذا برطيل. صفت حلاوه ولا جبنه حمصيه ولا كيلو شنجليش بيجيبوا له اياهم بيستحي يرجحهم. هذا برطيل. بس انت قلت تبرطل. لك ايه، مره تبرطل قدامي لانه واثق فيني، بس انا طعنته بالظهر. مره واحده قدامك، الله اعلم من قفى ظهرك كم مره. بصراحه نزيهه، انا مو بس شغله البرطيل اللي عملت لي مشكله. شغله ايش لكنت نديم؟ شغلت لي بالي. شو في؟ انا بهرت التقرير، ما خليت نوح مشان ما يوقف على رجلي مره ثانيه بحياته. بهارات ايش حطيت؟ رشيت عليه من جميعه، احتمال دغري يحطوه بالحبس. ومسحب التقرير بسرعه. وين بدي اقوم؟ بلكي وصل للشخص المختص. بتقول الحقيقه وبتعتذر؟ وبلكي بهدلوني. اي بهدلوك، احسن ما يبتي لي واحد بريء ما له علاقه بكل القصه. إيه انت الحق عليكي، ما كان لازم تشجعيني على كتابه التقرير، كان لازم توقفي ضدي. انا إيه؟ انت اللي حكيت من الاول انه الرجال حقير وواطي وعم يتبرطل، قلت لحالي خرجوا الله لا يقيمه. رجاله ورا عليك شو مهضوم. مساح روح دعبل شو فالح. شفت نبيل؟ ليش انا لحقت شوفه من وقت ما اجيت خسدي وخسدي. امي رجع نبيل. شفتك مين نبيل؟ على اساس بده يحكي مشان الشغل يا عجاج. من البوابه ما فات، احتمال كبير انه يكون بغرفته. دقي عليه. مرت عمي شلون بده يكون بغرفته اذا من البوابه ما فات؟ لما بيكون المقوص جايب اكل بيختصر الطريق وبيسلط من الشباك. ايوه عمي، مرن التليفون. قلت له لا بكل ولا بمل. بتعرفي مرت عمي، انا اول مره بسمع التليفون عم يرد. مو عاملينه للطرشان. انا ما دعبلتي دعبل ودعبل بالخيال. اي ساكن هون، بس هو مو هون، راح مشوار هو ومرته. دخلك انت صارت هالشغله. تكرم عينك، بس يرجع بخبره. انا ما بتعرف ليش شالو. لك شو صار معاه؟ ما في حدا، مدري ما حدا عم يرد. ما بعرف. مرحبا عادل. اهلين. هيك يا منظور؟ هيك؟ بتصير جعلنا ما تخبرنا؟ لك شو هيك؟ ما كنا عارفانين اصلا انه امي رح توافق انه نضل هون ولا ما رح توافق. اكنتوا اجلوها يا الصبح، ضروري تجي بنص الليل. ما قدرنا ناجلها للصبح لانه صح لنا واحد ياخذ الشقه مفروشه بسعر منيح، بنقول له لا. معلش انا مستعجل شوي، عن اذنكم. وين يا نديم؟ رايح اسحب اللي بعلمك منه. لا تسحب شيء، دعاهات الحلوان. حلوان؟ المسألة فيها حلوان مرت عمي؟ إيه شو علي حلوان؟ إيه حلوان؟ لا عيونك مرت عمي، معي 100 ليرة، ما معي غيرها. منيح؟ منيح، ما رح نختلف. فضل. بالرغم إنه بتستاهل أكثر من هيك، مبروك صهري صرت مدير. أنا صرت مدير مرت عمي؟ مين قال لك؟ هلا اتصل فيني واحد اسمه عباس. ايه عباس موظف عندي بالقلم، شو بده؟ خبرني انك صرت مدير. هيك قال لك؟ نديم صار مدير؟ لك لا، بس الشيء اسمه اخذ مفعوله، خبرني انه طار المدير. نفس الشيء مرت عمي، نفس الشيء يا نزيهة، نفس الشيء يا جماعة، ما في موظف بالمديرية أكفأ مني. هالمرة ما في غيري. قومي قومي. فيفو او ابوي خلينا نلبس اواعينا. لا شوفي عجوان نديم، عديل عازمنا مناسبه الترفيع. مو ليرفعوه بالاول، لسه ما طلع قرار تعيينه. ما في مشكله، ما في مشكله يا جماعه، مثل كانه طلع. شرف وتفضل. تعال هون. بطلت
اسحبوا لنشوف اسمه. خلص ما عاد اسحبوا، فات الاوان. اذا هلا سحبته لا المدير بيرجع ولا انا بترفع. اللي صار صار. بركي حولوه على التحقيق. ما راح يلاقوا ولا دليل ضده، راح يطلع براءه. وبركي اجوا لعندك واخذوك بداله. انا ماني متهمه بشكل واضح وصريح، كاتب بالتقرير تدور اقاويل. لك لفونا الموضوع بقى. وين عازمنا صغري؟ على الربوه مرت عمي. قديش بدك تحط بالربوه؟ انا عامل حسابي على الترفيع بس اصير فوق 1500 ليره. هات 1000 وخلي ال 500، انا عازمتكم بهالمناسبه. احنا مو رايحين مشان اكل، رايحين مشان شمت الهواء. يكا يكا الهواء. ليش هون ما في هواء؟ روح 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 معه انت عديل نديم، سقي كاسه شاي لبين ما انا جهز الغداء انا والصبايا الامامير. ما بدك شيء من الدكان امي؟ لك ما بدي شيء، ما بدي شيء، كل شيء الحمد لله عنا موجود. شو بدنا نذبح ذبيحه نحن؟ اروح ولا يلا يلا حبيبي. مرحبا شباب. اهلين نبيل عبيد. دخيل احمد تاخذني برعه وعدتك اني ارجع، بس وقت شفت حالي تعبان شوي قمت نمت. ايه وانا كنت تعبان، دعتك مرفوع، ما في مشكله. عديل عديل حكيت لنا مع المهندس ايمن؟ حكيت لك. وين رايحين انتوا هلا؟ فايتين لعندي. تفضل. لك انا فوت بدل اوعيه وبرجع لكم. ماشي تفضل عديل. نديم الله يزيد فضلك يا عديل. عديل مشان ايش نبيل بده يحكي مع المهندس ايمن؟ مشان يرجعني حارس ليلي. اي وقديش الراتب؟ 3800 ليره. ما بدك مني تزبله، انا راح احطك شوفير الخاص بالمديريه لاني ما بعرف اسوق. هو قديش الراتب؟ نفس الشيء عديل، 3800 ليره، بس انا راح اجيب لك قدهن على مرتين اضافي واذنات سفر ولا يهمك. إذا هيك ظريفة، على القليل لما بترك مرتي لحالها هون بالليل راح أعمل لك براد شاي. يا أخي أنا أسوأ شغلة شفتها بحياتي هي الحارس الليلي، بيحرس رزق غيره وتارك رزقه فلتان. مو فلتان، رزقنا مو فلتان، في ثقة متبادلة بيننا وبين رزقنا. غير الموضوع، ما بدنا محاضرات. شطحش. فضل. طب ما تسألني، حكيت لك مع المهندس أيمن وأمحى. وافق يعني؟ على شرط. شو هو؟ مهندس المشروع. أنا عرفت ليش حاقد عليك. سيدي يحقد لحتى يشبع عليه وعلى المشروع، أصلاً أنا بطلت ما عاد بدي أشتغل. لك لك. نصيباً. أمي بدك تاخدي من نديم الألف ليرة مشان تساوي لنا كشك. لا شبه الكشك، ما في منه الكشك، بس أمير الكواع والركب الكشك. لولا الكشك كان شعبنا المكافح والمناضل مات من الجوع أيام السفر برلي. ولا ما اختلفنا، نحنا منحبه للكشك، كل يوم عم ناكل كشك. بس يعني تحديدا اليوم بهي المناسبة شايف حاله الرجال قده ودلقه انه مترفع وصاير مدير. امي حرام، خلينا نجيب لها دجاجة او اقول لك وقيت لحمة. امي لا لا، اللحم بيعمل اسيد اريك. شو هاد امي؟ اسيد اريك. لا لا اجا هيك بلاها، مثل ما بدك حبيبتي امي. لك تقبريني انتي، اسكى كل شقيقاتك. رسيب لي. شو هاد مرت عمي؟ شايف ولا فربة لحمة بكل الطبخة. هي أنا أصدعك محاطة بالأكل لحم مشان ما تفسد أخلاقك. ليش أمي؟ بني آدم تتفسد أخلاقه على اللحمة؟ إذا مو متعود إيه؟ بدوق الشغلة بتعجبه، ببطل يعيش بلاها. إيه بصير مشتري شو هالشغلة يعني؟ مو قدرته، بصير بده يمد إيده مشان ياكل. ما راح يمد إيده، راتبه بكفيه وبزيد. راتب إيه؟ عجاج كمل الشهر بشي شغلة، لا عيني لسوق. هالمرة ما راح يطلع إلا على التقاعد. شوفيري عينته. ايه مولا يطلع تعينك بالاول. ما في خيارات قدام السيد الوزير. انا المرشح الوحيد هالمرة لمنصب المدير، ما في حدا غيري. معلمي بهالمناسبة دعبلت لك غنية وراح غني لك اياها بعد الغداء. ايه امتى لحقت؟ لسه القرار سخن ما لحق يبرد. لك انا قالي شو بتكرهه؟ بقول لك شو عراء المناسبات، شو عراء المناسبات بكرهها انا. عزيب، أنا بدي حدي عزيب، أنت عزيب.
حسيب المدير كان عم يطلع من هون من الشباك، كان بده يخنقني من زمارتي يا نزيهة. لك حسيب بالحبس هلا، شو جابه لهون؟ شفته بعيني يا نزيهة، شفته بعيني لما فات الضباب من برا وعمل لي وانا عملت له دخيلك يا حسيب، زمارتي يا حسيب. كأني ضباب، وين الضباب؟ ما في شيء، يمكن منام شايف انت. بجوز منام، بجوز حلم. لله فيقت العالم بنص الليالي، بكفي ساكتة امي عليك. فوت قدامي فيقتنا الاحلى نومة. صار تصبح على خير. تصبح على خير. قرد هربان من حديقة الحيوانات بدومها. أنا مو قرد، أنا حسيب اللي حرقت له مستقبله. شو بدك مني؟ ليش جيت لهون؟ جاي ضيع مستقبلك مثل ما ضيعت مستقبلي، جاي خنقك. حسيب بحطوك بالحبس، أنت جنني. أنا هيك بالحبس. خلت حسيب. أول ها أنا ما بيخرق فيني الرصاص. شوفي صار لي ساعة عم يخنقني. هلا حتى فكت حضرتك. مين عم يخنقك؟ حسيب اعملي حالك ما شفتيه كمان. لك مين حسيب؟ هذا كابوس. لك شو كابوس؟ فضيت المسدس براسه وما مات. نعم والله يثبت علينا. مشوار يفسحها، شو بدك بقول له؟ تكرم عينك، مع السلامة. قلبي دق في ناس بتحب تاكل كل حاجة مع انها مش محتاجة، وناس تحفر وتحشي وناس تكتب وتمشي. يا هاي في ناس ما أحوانك. أعجب وأغرب من الحمار. له يا نزيهة، إلي هالحكي. له يا نديم، إلك الحكي. صباح الخير. صباح النور ندومتي. شو رأيك نقسم شقفة من الكنافة ونشرب معها القهوة؟ طيب الحلو مع القهوة. ما بدي أخذها مكسومة عالشغل. إيه بدك تصمدها أنت مثل العروس، ما بدك تروح لهونيك وتفتحها. إيه بس ما بدي أخذها ناقصة. لك يا نزيهة، أنت بتعرفي قديش بدهم يجوا ناس يهنوني اليوم. سيك صفري. شو هاي مرت عمي؟ نص حلوان شيت مبارح، الخسارة عن نص مو؟ خسارة إيش؟ ليش صاير شي؟ في غيره عباس. شو بعباس؟ هلأ اتصل وقال عينوه مدير. هاي حقارة هاي. نزيهة أعطيني ورقة وقلم لشوف. شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل؟ بدي أقدم استقالتي، حاجة مستوطين حيطي، خلاص. بدي فهمهم إن المديرية بلاي ما بتسوى فرنك. صهري أنت ليش عقلك صغير؟ مثل ما خلصت من حسيب خلص من عباس. أسفقوا تقرير يعني؟ إيه شباب دغري على الاستقالة. بس هذا عباس حقير، لا بيتبرطل ولا بياخذ هدايا. يعني الموظف ما في غير هاتو؟ دور بحبش إلا ما تلاقي لك إيد تاني عم توجعه. معك حق. نزيهة هاتي ورقة وقلم. شو بدك تتهمه؟ مو تهمة، واقع مثبت. شو هالواقع المثبت بقى؟ بزمانه عباس حط عندي صورة هو وحدة خباها مشان ما تشوفها مرته. شو هالوحدة هاي؟ حاببها على مرته.
مدي عيب شو هالحكي؟ هي شغلات شخصية وما إلها علاقة بالوظيفة أبدا. إلها علاقة؟ إلها؟ مين قال لك ما إلها؟ شو إلها علاقة؟ عباس متجوز بنت مدير شؤون الموظفين بالوزارة، وهو اللي حطه مدير، بس يعرف إنه حابب على بنته مو بس بشيله. شو بيعمل كمان؟ ببهر التقرير فلفل حد وبيوصله للجهات الأعلى فوق. سؤال مهلك بكرة الدنيا تروق سؤال مهلك سو دعب اللي إيه لسعدك هون؟ لسه ما طلع. أدق عليه. شو دق عليه؟ بتعرفي أنت المدراء بيناموا وبيغطوا بالنوم، يبقى أنا ما بدي إزعجه. ايه كان فوت افطار بس يطلع هو بيدق عليك. لا بدك المدير يدق على شوفيره ومو حلو من اول يوم ازعجه. استفل يا كان انا فاتي افطر يا حالي. انا بفطر لحالي بالشغل لبن مو مدعبر. اخر دعب اللي صباح الخير عجاج. صباح النور. اهلا اهلا. اليوم مهندس ايمن بيمرق عندي، شو له؟ لك اروح يا قلعه يضربه شغله، ما قلت لك ما بدي اشتغل عنده؟ حارس ليلي وعبد. لك هلا حارس ليلي عبد، شوفير المدير مو عبد يعني؟ شوفير المدير مدير، كلياتهم بيمرقوا بيضربوا له تحيه. وين عجاج؟ لا عاد يدبر لي شغل بلوفا، لا عاد يدبر لي شغل بلوفا. يا عم شو صار؟ شو فيني؟ خلص شو انا عم بكتب رساله دكتوراه يعني؟ لمين بدك تبعتها؟ الى من يهمه الامر، دائره شؤون الموظفين. صينيه الكنافه ما حد يدقرها، خليها لاتعين. بتخم من هون لتتعين؟ ما بتخم، بكره انا المدير. مقعد عباس ما راح يدفى يا نزيهه. امي هي مو مزبوطه منه، الرجال مأمنه. هلا اذا واحد امن عندك شغله مسروقه بتحفظي الامانه؟ ايه بس هي مو شغله مسروقه، ممكن كل واحد يحب على مرته بتصي. يعني انت بتحب علي؟ عفورة انا بيني وبينك في حب كبير، شو بك يا عفورة؟ بعدين انت احلى من النسوان كلياتهم، بس عباس في احتمال كتير هو مرته مو متفاهم. ايه غلط، الرجال ما لازم يحب على مرته. جوز اختك رح تطق مرارته من كتر مو مستوطين حيطه، كمان هي مو مزبوطة. انا دي مو خرج لكم مدير، لو كان خرج لكم مدير ما كانوا نطوا من فوقه. وانت شو قاعدة ما تعملها؟ امروا على الشغل، ما حدا عينك مستشار للوزير لتقول هذا خرج مدير وهذا مو خرج مدير. قلنا لك المحافظ عامل جولة اليوم، يعني التموين مثل الدبابير بالسوق، بلا ما يدحونا شي مخالفة يحرقونا الاشطمان تبعنا. مو حكيت كلمة حق عمو ما رح تسمعك. وانتي ما تقومي تروحي على الشغل؟ انا مبارح كنت مناوب اليوم دوامي بعد الظهر. وجع؟ ما قلت اف على الحالتين وجع. مايا مايا زد ولا مايا نم لصحبايا ولا شيء بيحلاله قال له انت مصقر. شو لا عم تستنى معلمك؟ اهلنا بالعديل. لا عم استناك الك خير. شو في؟ بدي اياك تحكي لي مع المهندس ايمن، هذا عديلك طلع لا مدير ولا شيء، شغلته كلها فاشوش. ايه مو فشار، انا الصبح قلت لك ما كنت قبل. الصبح كنت برايي وهلا صرت برايي. يا اخي بتعرفني انا سويعاتي، هي عندك تحملني. شوفوا لعجاج، المهندس ايمن مو لعبه، انا الصبح قلت له انك ما بدك. في مشروع بالصحراء ما حدا عم يقبل يروح عليه، قل له انا بقبل. طب بحكي لك ما بس علي الجيري، علي الحلال، اذا بتغير رايك شقك شوفتي. لا خلص ما بعيدك، تربيت هالمره واخذ درس. بتعرف شو مشكلتك لك يا عجاج؟ تعالي شو؟ إنك دائما بتاخذ دروس كتير بس على طول بترسب الفحص. ليش؟ ما بعرف. اي نعم، ساكنين هون. هو مو موجود هلا، أخذ حرمته يشمم الهواء. عنا هواء مو إنه ما عنا، بس هداك الهواء غير شكل. تكرم عينك، بس يجي بخبره أنا. قلي شو بدك منه؟ الموظفين يعني ما حدا عارف مين كتب التقرير بالمدير السابق؟ ظاهريا عاملين حالهم ما عرفوا، بس باطنيا كلياتهم عرفانين. انت شو عرفك؟ كلياتهم كانوا خايفين مني، واحدهم بس يمرق من جنبي يسلم علي ويحني ظهره مثل كاني وزير يعني زيها مو رئيس قرم. لك حتى اللي بحياته ما قال لي مرحبا اليوم سلم علي. صغري هات الحلوان. حلوان ايش مرت عمي؟ حدا اتصل؟ هات الحلوان بعدين اسعى. ماما امبارح وعطاك الحلوان، اليوم دورك. راح الحلوان امبارح خساره، رجعت له نصه. تفضلي مرت عمي بس بقيها. عينوك مدير. مين اتصل؟ رفيقك وليد.
وليد مو رفيقي، وليد مرقوشي بالقلم، شو قال لك؟ قال لي انه شالوه لعباس. وقال لك انه حطوا نديم مدير؟ لا ما قال لي. من غير ما يقولوا مرت عمي، ما ضل حدا غيري هالمرة. بركي عينوا وليد هالمرة. لك على شو بدني عينوه؟ ما عنده قدم بنوب، 3 سنين صار له بس ودرجتين تحت مني، ما ضل حدا غيري. هات 500. ليش 500 مرت عمي؟ مو بدك تعمل حفلة؟ ايه بالربوة اليوم، أصلا إذا طار المنصب امبارح بيكون من ورا حفلة الكشك تبعك. طيب أعطيني حصتي مصاري، أنا بطلت تروح عليك. ايه لا تروحي مرت عمي. جيبي لي كيس وانا بتحش لك اكلاتك وبجيب لك اياهم معي عيني. معقوله؟ اخذ يا راسي كيك صار لك مثل ما عم اقول لك، طير اول مدير والثاني هلا عم بيطير. لا ما انا ما توقعت نديم حق الله تردي. وين رايحه؟ بدي روح بيت له. ما دخلنا يصطفلوا عود. لك مشان المنصب بدي اعوز على الناس كلها. لك شو بدك في عود؟ ما بدي عود. مساء الخير عديل. مساء الخير دكتورة. مساء النور. أهلين أهلين صغري، تفضل. البسوا أواعيكم، أنا عازمكم اليوم على الربوة. شو المناسبة؟ عديل ترفعت صرت مدير فوق. أنا ما بيشرفني روح مع واحد مثلك على الربوة، روح لحالك. نبيل عيب. لحظة، ليش أنا شو بني أخي؟ لك أنت واحد انتهازي وحقير وبلا شرف، ورجيني عرض تافك. يلا أنا برا. برا. لك برا أخي. صرت جاهز. وانا كمان جاهزة، ما صفي غير الحمراء. حمراء؟ لك الله طعمكم الجمال بالخلقة، بتروحوا بتشتروا قلة الهيبة مشترى. ايه انت كمل لبسك وما دخلها. ثلاث دقايق. شرفي مرت عمي. شو جاهزين عديل؟ جاهزين. نحن جاهزين. شو هنا اللي بيروا ويسووا؟ ما بدهم يروحوا يصطفلوا. شو؟ معناتها لخبره انا مشان يخبر رفيقه انه ما عاد بيشتغل حارس. لك هلا بس نرجع بتخبره، مو ضروري. لا مرت عمي بيكونوا نايمين. خليه خبره مرت عمي مشان يحرق له قلبه اكثر. شو ماني شايف عمي ريبال وينه؟ خليه ما تفوز، اذا راح معنا بيشرشحنا. ليك جبت الكيس مشان تحط لي الاكل العلمي. لك هذا الاولاد صغار في كتله قبلك بدهم الشغله، بس المهندس ايمن ما شغله مشانك. الحق عليك بالبول، انت الحق عليك، ما كان لازم تدبر له شغل. خليه ما يشتغل ليفرجه الله. دخيلك. على اساس مدبرين لي منصب وزير انت وياه؟ كلها حارس وبالصحراء. لا انا راح اشوف لك. شو قلت لي؟ شو قلت لك؟ بدي شقك عند شقك. تعسوا تعسوا. استاذ نديم. نديم ولا ما بدك ترد؟ انا هلا بفرجيك. نديم نديم نايم. نام عليك حيطة. فيق؟ وينو؟ ليكو نايم جوا ما عم بفيق. تعال معي تعال. صرنا ساعة مفيق وما فرق. نديم؟ نديم ولا؟ نديم؟ ما في فايدة. أول مرة نقطع قلبه. خلاص أخذت إيده. نديم؟ نديم ولا؟ لا فيق ولا؟ ما بدك تفيق؟ ماشي أنا بورجيك. ناطرة عندي البوابة، ناطرة سيطر له حبابي، ناوي ما لاقوني دغري سلمتو قلبي، دغري سلمتو. لساتك هون؟ ايه ما بدي اياه يزعل مني من اول يوم. ايه كان فوت افطر وخلي الباب مفتوح، يا ما بيطلع بتشوفه. لا ما بدي افطر، انت فوتي افطري ودعبلي لابني، بدي اياه يطلع لاني مواجهه بخلقته، ما بدي يوجه لي اي ملاحظة. استغفر لك، انا فايتة افطر يا حالي. فوتي انا بفطر ميكا لبني سادت. مرحبا حجاج. اهلا عمي غصن. شو جايك بارك لنديم؟ لا جاي اشنبي. ليه شو عامل؟ مو شغلتك تعرف شو عامل، شوف شغلك. يا لطيف يا لطيف. اللي مثل حكايتي اذا سرق نص مصيبه لانه مو شبعان الخبز، اما نبي شهاده مو سرقه. مثل شو؟ قلت لك مو شغلتها.
صباح الخير ست عفان. أهلين أبو غصن. شو؟ عبستك مو لخير؟ شو في خير إن شاء الله؟ نبيل موجود؟ أي بغرفته، روح دق عليه. أهلين أبو غصن، خير؟ بدك تروح معي؟ لوين؟ لوين يعني؟ لعندي. بفهم منك إنك جاي تلقي القبض علي يعني؟ مزبوط، طائل لك برغي. طيب شو عامل؟ ما بدي فهم. بعدين بتفهم، فوت الاستيابك ولا تحاول تهرب، زارع لك تحت كل شباك شرطي. إيه مالي عامل شي حتى اهرب؟ اذا بدك بروح معك بالبيجا. ما انا لا، البوس استيابك ما شكل هالشكل، بس انا واجبي نبهك. طيب. احي شو عامل نبيل ابو غصن؟ ما بقدر اقول لك، انا ماني مخول ست عفرة. ابو غصن في اسرار بيني وبينك شي؟ بصراحه ما بعرف، جايب بحقه مذكرة توقيف من فوق، وأنا شخصياً ما بعرف ليش. ما بتعرف ولا عامل حالك ما بتعرف؟ ما بعرف، في إشاعة قوية إنه آكل تقرير طالع من أحف راسه. مين مطعميها؟ ما بعرف. ما بتعرف ولا عامل حالك ما بتعرف؟ ما بعرف، بس في إشاعة قوية إنه واحد قريب. مين ما بتعرف؟ ما بعرف. ما بتعرف ولا عامل حالك ما بتعرف؟ خلاص عفرة، أكتر من هيك ما بقدر لك، فمية لحالك. مشان ناخد حذرنا. في عندك اثنين بيعرفوا يكتبوا، نبيل واحد منهم، مين الثاني؟ نديم. ما قلت شي أنا، ما بعرف ما بعرف، يعني ضروري كل شغلة شربك ياها بالمعلقة أنا. وأريد تقرضوا هالتليفون، شو بيرن هالكني؟ لك إيه ما بدي إصار. ما بتكرني ناح التليفون؟ الو. نعم نعم، هون ساكن، شو بدك منه؟ راح هو وحرمته مشوار، اللي شو بدك منه؟ لقله امشي بهدوء ولا تهرب. ليك مهما رقدت برقد اكثر منه. لك عمي ميسون رجعي، انت مالك شغل معنا، المغفر مو للمشوار. بدي روح شوف شو في، ما دخلني. ايه ما راح تعرفي لانه انا ما بعرف. بدي عين لمحامي. اوه المسا بركي بكون عرفت شو القصه، بيجي بخبركم، بركي الشغله ما بتستاهل محامي. خلاص ميسون ارجعي على الغرفه، ما بدي شغل بالي عليك وانا جوا. امشي امشي، خلصتي خلصتي، عايش اشتري مشبه. مخبركنش على بالك يوم تكتب عني تعرارم وعن هيا مجا فيها. شو لنبيل؟ الله لا يرده، اللي من ايده الله يزيده. لو طلعت على قليلة سألت ابو غصن ليش قشو. ما بدي اطلع، اللي من ايده الله يزيده، الله لا يرده. اتصال رفيقك وليد. مرت عمي مليون مرة قلت لك، هذا مو رفيقي، هذا مرؤوسي بالقلم. هالمرة انت صرت منقوصه، حطوه مدير. الحقير الحقير، قدر يزبط حاله من امبارح لليوم. بلا لك يا هالإدارة نديم، عمره ما تكون. لا مو بلا لي اياها، هاتي ورقة وقلم لشوف. شو الحجة هالمرة؟ بدون حجة، مليون شغلة بدبر له. صهري بدي اسألك سؤال. اسألي. بالنسبة لنبيل انت طائق له برغي؟ ايه انا، وكل واحد بده يرفع صوته بوجهي بده يصير فيه هيك. نديم هي وطاوة منك. نزيها احترمي حالك. انت احترم حالك، هذا صهري جوز اختي. ايه صهرك جوز اختك، ما بيحق له يقول عني انتهازي ولا شرف. غلطان يعني؟ شو قصدك؟ قصدي انتهازي وستين انتهازي. اول مرة مرقناها على اساس انه المدير بيتبرطل، بس هيك تخنتها. ولك انا بحق لي يصير مدير ولا ما بحق لي؟ انا اقدم واحد ولا مو اقدم واحد؟ اقدم واحد بس اغبى واحد، كلياتهم موهوبين اكثر منك. انا غبي نزيها؟ ايه غبي. طيب شو علي يا نزيها؟ بكتب اسمك يا حبيبي على الورق العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. نديم طول بالك، شو يخلينا نفهم؟ لك انت ما تحكي معي بنوع قلتي ولا لا؟ خير نديم، ما عليك. شو القصه؟ سد بوزك ما تحكي ولا كلمه كمان. ماشي ماشي سيك امشي. اللي عرمين ما في مصاري. الو العمى، امتى؟ هلا ببعت حدا بيعرف. وين قلتي لي؟ مخفر البسطة. ماشي انا بتصرف، مع السلامة. ما بدي ادفع مصاري بالنقي في ارخص. خلاص شو بدي اياك؟ عيب الشارع شو بدي اياك؟ لسه ما لحقت تقعد تتغدى، تغدى وبعدين تعشوف شو بدها. اكيد مشان سهرة نبيل، مشغول بالي عليه. ايه بتقدر تستنى لبين ما تتغدى. انا شبعت، روحي احكي لي عنه. عنك روحي احكي. يلا
يعني ما بدها تخليني اقعد معك مثل العالم والخلق؟ لسه ما قعدت ترجع من المناوبه؟ جوريان. نعم. وراء دور. اصلا انت هذا اللي شاطر فيه، وراء دور. اصلا هذا اللي حاريني قلبي امام سر. احتي ثاني مره غيريني هالروب ما عاجبني. وين انا؟ احترام سيدي. ليش سيدي؟ روح المناوبه لشوف. حاضر. من هون؟ حاضر. خرجوش يا طالع لي انت. شفتوا الموبايل؟ خير عفرة شوفي؟ خلي الباب مفتوح مشان الحلوة، تعال هون مشان الإضاءة. ما قلتي لي خير شوفي؟ أخذوا نزيها من المدرسة. لوين أخذوها؟ على مخفر البسطة. ما لك معارف هنيك؟ أي رئيس مخفر البسطة أبو هيثم صاحبنا، هلا بحكي معه. تليفونك شغال؟ شغال، بس لازم تحكي معه من المخفر أنت. شو فرقه؟ من المخفر المخابرة ببلاش، هون الدقيقة بربع ليرة. رح تخليني أزعل منك مدام عفرة. لا تزعل، تعا تلفن. يلا. تعا فوت أبو غسل، تعا تعا الفردة الثانية مشان الحلوة. تعا. شوف أبو غسل، رح أقعد هون هنا على جنب مشان الرقابة. تلفن. أبو غصن نزيها اسمع لك اسمع، يستحيل تغلط أو تعمل شيء برا الطريقة. بعرف شو ما بعرف ليش. ألو؟ مرحبا، شلونها؟ كيفك أبو هيثم؟ شو؟ كيف عرفتني؟ أنا أبو غصن، أبو غصن عم يحكي معك. أهلين، كيفك أنت؟ أولادك كيفهم والمدام؟ إن شاء الله بخير. إيه الحمد لله، كلهم بخير عندي كمان. دخيل عينك، بدي أسألك سؤال أبو هيثم. في عندكم وحدة موقوفة اسمها نزيها الجندب؟ لك لا، مو الأجدب، الجندب. إيه فستوكة؟ كتير كتير. ها؟ لا. ها طيب لوين اخذوها؟ ايوه. ولساته ابو حسام هو رئيس المخفر؟ طبعا صديقنا وصاحبنا. ماشي ماشي، مع السلامه. خلينا نشوفكم ابو هيثم. سلم لي كثير على الاولاد وبوس لي المدام. امانه، مع السلامه. واحد ثاني. شو ابو غصن؟ هلا منتصل. وين اخذوها؟ ياخذوها لمطرح ما ياخذوها، شو المشكله؟ الو، مرحبا، كيفك ابو حسام؟ كيف الاولاد؟ كيف المدام؟ ان شاء الله بخير. ابو غصن، ابو غصن عم يحكي معك. اهلين، كيفك انت والاولاد والمدام؟ الحمد لله. إيه ماشي الحال. ألو، بدي أسألك أبو حسام، صحيح في عندكم وحدة موقوفة اسمها نزيها الجندب؟ لك مو الأحدب، الجندب. إيه فستوكة، كتير كتير. أيوة أيوة. طيب وما عرفتوا شو عاملة؟ يعني جناية ولا جنعة؟ أها ماشي، خلينا نشوفكم ونتونس بإنسكم. مع السلامة، سلم لي كثير على المدام ووسط الأولاد. مع السلامة أبو حسام. شو أبو غصن؟ طمني، قلي. نسيها في الطريق. طالعوها؟ طبعاً طالعوها، إذا ما عاملة شيء ليش ليحتزوا فيها؟ شو بدهم منها؟ سألوها كام سؤال. بخصوص شو؟ ديروا بالكم يا مدام، في واحد منكم وفيكم عم يدعمكم من هات ورا. ما قال لك مين هذا أبو حسام؟ ما قال لي، بس من غير ما يقول لي. عن اذنك. حاول ابو غصن. ما بقدر مشان الخلوه. ايه ايه هيك شو هالخلاصه بالهاك؟ شو هذا انت؟ شو صار معك؟ طمني. يا طموبيل يا جميل محلاك، من ورا صاحبك انا سرقك. طاطدي في فحبتي، تحمري وتغدري وتبودري. ليش عجبك شوفي؟
شوفوا حبيبتي، انت مو طول عمرك كان حلمك انه حدا يطالعك بالسيارة على قاسيو؟ ما حدا عجوة انت؟ حلمك رح يتحقق، انا رح طالعك. ليش؟ نديم صار مدير؟ لا، بس المدير الجديد فرز له سيارة خصوصي مشان يتقي شره. ايه بطل يكتب وتقرير؟ لك كتب وتقرير وخلاص، من هون لبكرة يا بيصير نديم المدير يا اما المدير الجديد بيفرز له سيارتك. شو لزيها طميني؟ وين الحقير؟ عندي أربعة أنا من نوم. في غير حقير هون؟ رئيس القلم جوزي. اصبطي صوتك قاعد بالأوضة ليقوم يسمعك. سمعتك وخلص. لسه في شي تاني بدك تحكي؟ لك أنت واحد ما بتستحي؟ لو كنت رجال ما بتعمل هيك بمرتك. هالمرة خففت اللهجة شوي مشان ما تطولي، بس ثاني مرة برشلك بهارات بتروحي مؤبد. لك مو عيب عليك صهري؟ هي مرتك، هي مو غريبة، عيب. بطلك، وانت مرت عمي، إذا بدي ظل دمك فاير هيك كمان بدي أبعثك رحلة. نديم أنا بمثابة أمك صهري، مو عيب تحكي هالحكيات. انت لا أمي ولا شي، أمي ما بتنهبني، انت عالطالعة والناس ده بتقص مني مصاري. صهري المصاري تكرم عينك، اللي أخذتهم أنا منك هلأ برجع لك يا هون. نديم ضب اغراضك حبيبي ويلا الحال من هون، قاعده لك هون ما بقفيش. شو رايك بهالحكي مرت عمي؟ اخراسي بسدي حلقك، جوزك هاد لازم تسمعي كلمته يا مقوصه، كوني له امه ثانيه اقول لك يا عبده. امشي لجوا ولك. لوين؟ بدي ربيكي، رايحه اربي لك اياها صغري. روحي روحي قتل الهي. بارك الله فيك يا مرت عمي. بارك الله. أمي ما بتحبي حالك، ما بدي عيش معه، ما بدي عيش معه بعد اللي عمله، حتى لو كتب فيني 100 تقرير ما عاد يهمني. لك بلا حيواني، بس هدي حالك واسمعيني. ما بدي اسمع شيء، ما بدي عيش معه، ما بدي عيش معه. اخرسي بقى العمى بعيونك، العمى شو دبي، انا عم قلك تعيشي معه. بالعكس تحكي علي، بين ما نحن هلا نخلص شغلنا. شغل ايه؟ ان شاء الله ما افتكرتيني رح اتركه هيك يسرح ويمرح، بالعكس بدي كسر له راسه. شو فينا نعمل نحن امي؟ هاتي ورقه وقلم لشوف. ليش الورقه والقلم؟ بدي حاربه بنفس سلاحه، هذا المقوص ما بيجي الا هيك، ما بدي اياه يحس فيه الا عند التبشيمه. الو نعم. ايه ساكن هون، شو بدك لاقول له؟ نعم؟ لا راح هو ومرته مشوار، قل لي انا بقول له. شو هالحكي؟ ايمتى؟ كتر خيرك، الله يزيك الخير يا أخي، شكرا. ممنونة، مع السلامة. خير أمي؟ روحي خبري جوزك، خليه ينبسط له شوي قبل ما يحس فيه للخازوق اللي أنا هلا بدي أطرقه إياه. أنا؟ إيه، أنت؟ طار وليد ولا طلع تعييني؟ طلع تعيينك، شبك مزعوج؟ بيني وبينك شغلة بتزعج. طول عمرك ناطرة لهالمناسبة، لازم تكون مبسوط، ليش مزعوج؟ لأني كل الفترة الماضية أنا اللي عم خوف الناس، هلأ إجا دوري خاف منهم. ليش؟ لأنه صار عندي شي ضيعه، هلأ صرت خايف على حالي. مرحبا ست عفراء. أهلاً وسهلاً بأبو القصة. نديم هو؟ خير شو فيه؟ مطلوب إلقاء القبض عليه، وينه؟ شبوه أبو غصن، كأني سمعتك عم تذكر اسمي. مثل ما سمعت انسكر اسمك على لساني. أكيد جاي تبارك لي بالمنصب الجديد. يبدو أنك ما رح تتهنى فيه. وليش بقى؟ في مذكرة توقيف بحقك. والتهمة؟ تضليل العدالة بتقارير كاذبة. طيب في مجال تسمح لي ولو ساعة واحدة بس؟ وليش الساعة؟ بدي يتفتحتي مشان لزاول عملي كمدير، مشان أقول أني يوما ما صرت مدير. ما في مجال، المدير الأولاني رجع وصار مدير. الأولاني الأولاني؟ إيه نعم، يلي سلخته أول تقرير وعملت حالك آدمي قدام الناس. أخوي أبو نورس، زوم لو سمحت. كمان 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 كمان. بس عاجبتكم بهدلتي هيك يعني؟ طفوا هالتلفزيون قبل ما أسلخكم تقرير يطلع من قهف راسكم.